أنا الدكتور محمد بلغيث، استشاري أمراض وقسطرة القلب في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني. موضوعنا اليوم حيكون ميلي عن أمراض السكر في الدول العربية، وخصوصا في دول الخليج العربي ومصر، وأمراض القلب. أمراض السكر عندنا للأسف الشديد من أكثر الدول في العالم انتشارا للسكر وفي العالم العربي، وخصوصا السكر من الدرجة الثانية اللي نسميه Type 2 Diabetes Mellitus. في علاقة كبيرة جدا جدا بين مرضانا اللي عندهم السكر وأمراض القلب. ولو رجعنا للأبحاث اللي سويناها والأشياء اللي بنشوفها في حياتنا العملية يوميا، أنه من كل 100 شخص بنعمله قسطرة قلبية ونكشف على الشرايين، 65% إلى 70% من هذول المرضى عندهم أمراض السكر. فللأسف الشديد لما يجتمع السكر مع أمراض السمنة والضغط وزيادة كوليسترول وارتفاع شوي في السن، هذه طامة كبرى، فمشكلة كبيرة جدا. التغلب عليها مش بالسهولة هذه. في أكثر الدول العربية الآن بنعاني، الدول بتعاني من الميزانية، كثرة المرضى. فلما أتكلم عن التخصص حقي مثلا كقسطرة قلب وأمراض القلب وعلاقتها بالسكر، هي علاقة وطيدة وكبيرة جدا. فهي تبدأ، لو بنبدأ نتكلم عن المسألة، تبدأ من الإديوكيشن، أنه ليش ما نحاول أنه نكتشف ونوعي الناس عن أمراض السكر بدري؟ ليش ما يكون في awareness ووعي من المدارس؟ العائلة اللي فيها سكر المفروض أنه يكون في كشف للأخوان، الأخوات، الأهل اللي ما عندهم سكر إلى الآن. ففي شيء بنسميه pre-diabetic، ما قبل السكر، فهذا المفروض يكون مسوين على الأقل. اللي ما جات عندهم أعراض السكر يكون مسوي تحاليل دم وهم fasting أو صايمين، حتى نتأكد أنه ما عندهم القابلية لأمراض السكر ونتلافى المشاكل بدري جدا. فعلاج مرض السكر يبدأ من اكتشافه، المحافظة على العلاجات اللي بتصرف من الأطباء، كذلك الاكسرسايز والتمارين الرياضية مهمة، المشي بذاته مهم جدا، سواء مرض السكر أو مرض القلب. زي ما قلنا أنه في علاقة وطيدة دائما بين مرض السكر وأمراض القلب. فحنا من هذا المنبر يعني بننصح الناس أنه ينتبهوا لأنفسهم أكثر، عدم الإهمال. للأسف الشديد أغلب العوائل في العالم العربي، سواء في السعودية أو في دول الخليج أو في مصر، يعني بتلاقي في نسبة كبيرة من الناس، لو جلس 100 شخص في السعودية، 29 إلى 30% من هذول 100 شخص عندهم سكر. وأنا متأكد هالمشكلة في أغلب الدول العربية موجودة والنسبة عالية جداً. فأعتقد أن بنمر مشكلة كبيرة. الإديوكيشن والتعليم والتثقيف مهم جدا. بعدين لما يجي الواحد يكشف وعنده سكر ويأخذ أدوية، يعني مش معنى أنه أخذ الدواء بيتوقع أن السكر حيروح، لا، نحافظ على المستوى الموجود ونحافظ على الأعضاء. مشكلتنا مع أمراض السكر أن القلب، شرايين حتتأثر، الكلى حتتأثر، النظر حيتأثر، أعضاء كثيرة في جسم الإنسان حتتأثر. فإذا صار الإهمال وعدم أخذ الأدوية بانتظام وعدم التعامل بنصائح الأطباء وأخذها على الجد، للأسف تصير في مشاكل طبية. فأنا أوصي جميع مرضى السكر أنهم ينتبهوا لنفسهم، يركزوا على مرضهم، والمراجعة مع الأطباء بانتظام مهمة جدا لهذول الناس من المرضى. شكراً.